لا يا صبحي، ده كده هبت منك على الاخر. ازاي تعمل حاجه زي دي من غير ما تاخد رايي؟ وانت مشكلتك ايه يعني؟ اني عملت كده ولا اني ما خدتش اذن سيادتك؟ الاثنين يا عم. انا اللي جايب لك الزبون ودي اختي. اولا اختك دي مش عيله صغيره عشان تخاف عليها. ثانيا انت جبت لي الزبون ده عشان ما فيش حد هيخلص الحوار ده غير صبحي العلاب. صبحي العلاب بس مش لدرجه انك تورطها مع واحد سوي زي ده. جرى يا شربيني، ما تيجي تدورها انت. ده عيل غلبان وفاكر نفسه قارح، وانا فهمت ان الحكايه كلها شغل وبس، عشان حسيت انه دماغه ممكن تسوحه. دماغه تسوحه ازاي بقى؟ يعني طلب صوره العروسه وانا رحت مهزقه اصلا. طب بقول لك ايه، دهب بره الحوار ده. دهب جوه الحوار ده عشان هي عارفه مصلحتها ومصلحتك انت كمان. مصلحتها؟ يبقى ناخد بقى راي صاحبه الشقه. ميرسي يا شربيني يا اخويا ان انت افتكرتني، وكمان بتاخد رايي في حاجه تخصني. كتر خيرك. هو انت ما قلتلوش يا متر ان الفيلا دي تسوى 30 مليون واكتر؟ سيبوا حوار البيع ده عليا. متهيألي بقى ان المصلحه دي لو قعدنا طول عمرنا نتمرمط وننصب على الناس مش هيطلع لنا قد الرقم اللي هيطلع لنا من 30 مليون. يعني انت موافقه؟ بص يا ابني، انا اختك الكبيره اه ما انكرش، بس احنا الاثنين لينا اخ كبير اسمه المتر صبحي، ولازم نكبر له ونسمع كلامه. عين العقل. سمعت يا شربيني؟ انا بقى زي اخوك الكبير ولازم تسمع كلامي. عيب تلمستك يا متر. شفتي بقى يا شربيني، لو انت جيت اشتغلت معاها في المكتب بعد ما خلصت كلية كان زمانك قدرت تقنعها بوجهة نظرك، بس انت غشيم، والمحاماة ما ينفعهاش غشومية. بقول لك يا متر، ما تبقاش تنسى تبعت لي صورة عريسي لو سمحت. باي.